خلونا قبل ما نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده نروح نصبح على دينا ونبارك لها على الدوري وطمنا بقى اخبار الطقس ايه. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا صباح حسام. الفل يا صباح الخير عليكم جميعا. واطمنكم الجو النهارده فيه انخفاض في درجات الحراره. الجو اليومين دول حلو. لطيف النهارده واحنا جايين كان الجو فعلا لطيف. الحمد لله. وفعلا فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحراره يا رب. خلوني قبل ما اطمنكم على الحاله الجويه لكن خلونا نبارك لكل اولادنا وطلبه الثانويه العامه. يمكن انا مش هقدر اقول كلام اكتر من حسام وهدير قالوه طول الحلقة النهاردة أو في الانترو بتاع الحلقة، لكن ركزوا أن أنتم مش مجرد بس تلاقوا شغل مناسب ليكم أو تدخلوا كليات مناسبة لسوق العمل، لكن ركزوا على أن أخلاقكم تكون كويسة، طموحكم تقدروا تحققوا بشكل كبير، حاولوا أن يكون ليكم خطة وهدف طويل المدى مش على قد فترة الجامعة بس، لأن على فكرة لو شايفين أن ثانوية عامة كانت صعبة الجامعة أصعب بكتير. ركزوا واختاروا كويس جدا وركزوا كتير أو في اختياراتكم، وبنصحكم برضو أن أنتم تطلعوا على كل التخصصات الجديدة والأقسام الجديدة في كل الكليات قبل ما تكتبوا ورقة التنسيق. خلونا نصعد مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة والطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي شبورة مائية الصبح والرطوبة هتكون ما بين درجتين وخمسة درجات، وده غير إن في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني دلوقتي أطمنكم على حالة المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا النهاردة من القاهرة ومن كوبري 15 مايو وكوبري أكتوبر اللي متجه إلى عبد المنعم رياض وميدان التحرير، ده بيشهد سيولة مرورية الآن. هنمشي معاكم في اتجاه كوبري أكتوبر لمنطقتي الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد سيولة مرورية، واللي مكمل بعد كده الأعلى كوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية ومدينة نصر وجامعة الأزهر حتى طريق النصر ومحور مشير المتجه إلى القاهرة الجديدة بتشهد سيولة مرورية، وده طبعا بسبب الكباري اللي تم إنشائها في منطقة شرق القاهرة وقضت على كثافات المرورية. لكن المتجه بقى لشارع بورسعيد إلى الشرابية وحدائق القبة وحتى كوبري السواح والأمرية ومحور فريق العصار حتى طريق شبرا بنها، المنطقة بتشهد سيولة مرورية ما عدا منطقة الأعمال على كوبري السواح وحتى موقف مسترد الجديد. خلونا نروح لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق ليها دلوقتي بيشهد سيولة مرورية، وهنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش وفي أيضا سيولة مرورية ما عدا بقى في بعض الكثافات البسيطة على نهر النيل. طريق الحواويش الرئيسي بيشهد سيولة نسبية، أما طريق المنشأة بيشهد وطريق أخميم جرجة بيشهد أيضا سيولة مرورية في الاتجاهين القادم إلى مدينة سوهاج أو العكس. هنروح معاكم لمحافظة بني سويف وهنبدأ من كوبري بني سويف واللي بيشهد سيولة نسبية، ونوصل لكورنيش بني سويف اللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، ونكمل من الكورنيش لحد ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة، وللطريق هناك ليهم بيشهد برضو سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة مطروح ونتعرف هناك، وطبعا مطروح هي اقل درجه حراره النهارده. هنتعرف على الحاله المروريه للطرق الرئيسيه المؤديه لمطروح واللي هنبدا فيها من طريق الاسكندريه مرسى مطروح اللي بيشهد دلوقتي سيوله مروريه في ظل وجود مراقبه لسرعه السيارات للحد من الحوادث. الحاله المروريه لكورنيش مطروح بيشهد سيوله مروريه نسبيه، والشوارع عند مديريه الامن ومبنى المحافظه وشارع الجلاء الموازي للكورنيش بيشهد ايضا سيوله مروريه. بكده حبيت اطمن حضراتكم على الحاله الجويه النهارده وكمان على احوال المرور في معظم محافظات مصر. خلونا نرجع مره تانية لحسام وهدير عشان نبدا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك. شكرا جزيلا.